بدخول مدير عام تربيه بسلاح. اول يوم نستقبل طلابنا وكان ما يكون وريد، كانت مقصوده او غير مقصوده، لكن هي لازم يعني نتوقف عند هذه النقطه. يعني احنا للامانه بمجرد انه يعني وصل الحدث مع السيد الوزير شكل مجلس تحقيقي عن الموضوع، وبالتاكيد وزاره التربيه ترفض كل مظاهر السلاح بالمدارس. اصلا وزاره التربيه عندنا مشروع هسه حتى الحرس الشرطه بالباب نريد نستبدلهم بناس مدنيين. احنا نريد يعني بالحقيقه استاذ رائد ابنائنا الطلبه رسمت عندهم صور للعسكريه وللعنف والعمليات قدامهم بشكل اكثر من الدروس اللي نعطيهم اياها. لذلك اقل ما يمكن ان وزاره التربيه احنا ننسق مع يعني المديريه العامه لحمايه المنشآت بالامكان نفس الشرطي اللي لابس هاي البدله العسكريه وشايل البندقيه بدله بملابس مدنيه مثل ما موجوده بالاردن بمصر احنا كلنا شفناها. وهذا الشيء صدر يعني دخول بسلاح وطالب اول يوم بالتاكيد يعني مرفوض. بالتاكيد نفسيا هذا يشرح يتعامل الطالب هيك حاله، يعني هذا يقول لك انا طب لي بسلاح لا والله انبسط واتعنف احسن ما اشوف هيك منظر مرعب. احنا مثل ما ذكرت يعني معالي الوزير كنا من قبل، لان هذا الحرم المدرسي يمنع منع بتاتا بكل مظاهر المسلحه وخصوصا اول يوم. وتدري احنا مثل ما تفضلت سي سحر اليوم الاول احنا عندنا استقبال للتلاميذ بهدايا باناشيد بكذا، القسم من العوائل يجون للمدرسه للصف احتفلوا وياه اي نخليهم يدخلون ابنائهم. طيب تدري البعض من عندهم يبكي لان المكان اللي انتقل من عنده من البيت الى المدرسه مكان غريب. بخصوص العوائل انا استغل حضورك سياده الوكيل، شنو مشكله الكتب؟ الكتب الان اكو حمله كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وشكاوي من العوائل اللي تحدثت بانه شاركتهم بالفرحه. نعم بس خل نشاركهم بمشاكلهم، كتب ماكو، شنو مشكله الكتب؟ موضوع الكتب يعني مع كل الاسف البعض من ادارات المدارس اتلكأوا باستلامها من المخازن. احنا صار عندنا توجيه اكثر من مره. للامانه هاي السنه تدري العام 2020 ما طبعنا ولا كتاب. طيب. لان تخصيصات ما عندنا. ال 2021 جنابك يعرف انه بالشهر الخامس اقروا الموازنه قدرنا نطبع 50% من الكتب اللي عندنا، ال 50% سويناها مسترجع اللي عندنا بالمخازن واللي عندنا. بس خلينا نقول بانه هو سبب من ادارات المدارس بعدم استلام كتبهم. نعم. هذا الخلل ما وجهتوا ماكو عقوبه لمدرسه تاخرت باستلام كتبها؟ احنا دا يجينا الموقف من المخازن المركزية شفنا استلام المديريات التربية تجاوزت 70% المديريات. زين تبقى شأن مديريات التربية توجه إدارات المدارس باستلام الكتب. طيب. ما راح أقول لك لا، عندنا البعض من الكتب يعني حتى نقول علينا هم نحكي بعض الكتب اللي بيها تأليفات جديدة لا زالت